حرق المصحف الشريف تحت اسم حرية التعبير، وكأن الكتب السماوية تخضع لهذا التخلف من الفكر وليس التحضر. فهذه الأفعال لا تنم أبدا عن الحرية، بل لا يوجد هدفا لها سوى إظهار الكراهية لكتاب الله والعنصرية وإشعال الفتن. وكأن كتب الله السماوية لعبة في أيديهم، يحرقونها أو يفعلون بها ما يشاءون، وعلى العالم أن يصمت ليعلن تحضره. وفي هذا الصدد أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى التصويت ضد مشروع قرار بشأن أعمال الكراهية الدينية. فما هي التفاصيل؟ سنوضحها لحضراتكم من خلال هذه التغطية. دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الأمم المتحدة إلى التصويت ضد مشروع قرار قدمته باكستان بشأن أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، معتبرة أنه يعرض حرية التعبير للخطر. وطلبت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا مزيدا من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك قرارا بعدها حوالي 4 ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء. وقال السفير البلجيكي مارك بيكستندو باسم الكتلة الأوروبية بأن مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يملك خيارا آخر سوى طلب التصويت على القرار. وكانت باكستان طلبت هذا النقاش باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامية بعدما أحرق سلوان موميكا وهو لاجئ عراقي في السويد في 28 من يونيو الماضي صفحات من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم وخلال أول أيام عيد الأضحى المبارك. وسمحت الشرطة في السويد بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن، لكنها فتحت لاحقا تحقيقا في تحريض ضد مجموعة عراقية لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد. وقالت السفيرة الأمريكية ميشيل نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن، لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير. أما نظيرها الفرنسي جيروم بونافون فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها. واعترف السفير البريطاني سيمون ماندي وغيره من الدبلوماسيين الغربيين بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية، وأضاف نحن لا نقبل بالقول أن الهجمات على الدين بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية. وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فلوكر تورك أن خطاب الكراهية يجمع بجميع أنواع ويتزايد في كل مكان، داعيا إلى المكافحة من خلال الحوار والتعليم. أيضا كانت قد سمحت سلطات السويد بتنظيم فعالية احتجاجية مع حرق المصحف بالقرب من المسجد الرئيسي في ستوكهولم في 28 من يونيو وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك. وتم في نفس اليوم تنفيذ الفعالية، وقام رجل وهو لاجئ عراقي الأصل بتمزيق صفحات من القرآن ومسح بها حذاءه، ثم وضع لحم الخنزير في الكتاب وأشعل فيه النيران. ووقف حوالي 200 شخص يراقبون ما يجري، وهتف بعضهم الله أكبر باللغة العربية احتجاجا على ما حدث. كما اعتقلت الشرطة واحد منهم بعد محاولته رمي حجر على الناشط الذي يقوم بإحراق المصحف. أما السويد فبدا الأمر محرج للغاية، لأنها ترغب في الانضمام لحلف الناتو، وفعل مشين كهذا قد يتسبب في فشل حصولها على موافقة تركيا الانضمام لهذا الحلف. فقد قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إن المجر تعتزم الاسترشاد بقرار تركيا بشأن مسألة التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي الناتو. وأوضح أنه أجرى العديد من المشاورات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حول قضية انضمام السويد لحلف الناتو، وأن أنقرة تعتزم مناقشة هذه المسألة مع السلطات السويدية في المستقبل القريب. وقال زيجيرتو إذا كان هناك أي تحول فإننا سنفي بوعدنا بأن المجر لن تعطل عضوية أي دولة في حلف الناتو.
بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موقف تركيا بشأن ضرورة تنفيذ السويد متطلباتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو لم يتبع، وأن تركيا قدمت رد فعل واضح على أحداث ستوكهولم في حرق القرآن، ويجب أن يفهم الجميع أنه لا يمكن كسب صداقتنا مع دعم الإرهابيين. وقال أردوغان في كلمة ألقاها عقب اجتماع الحكومة في أنقرة إنه لا حرية في حرق القرآن الكريم ومقدسات الأخرى، كما أشار إلى أن لا حرية في حرق القرآن الكريم تماما، مثلما إن إحراق كنيسة أو معبد دين آخر ليس حرية. وأضاف الرئيس التركي عندما يتعلق الأمر بأمنهم لا يعترفون بالقانون، لكن عندما يتعلق الأمر بمقدسات المسلمين فإنهم يتذكرون فجأة حرية الفكرة. وطالب العراق السلطات السويدية بتسليم العراقي الذي ارتكب الإجراء وتقديمه إلى المحاكمة، بينما تجمع عشرات العراقيين يوم الخميس الماضي في احتجاج بالقرب من سفارة البلاد في بغداد. وأيضا أدان بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني السماح بحرق المصحف الشريف في السويد، وأكد أنه أمر مرفوض ومدان. وقال في حوار صحفي: أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب يعتبر مقدسا من أصحابه يجب أن يحترم احتراما للمؤمنين به، كما يجب عدم استغلال حرية التعبير أبدا كذريعة لاحتكار الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومدان. أيضا أدان مجلس الأعمال المصرية الأوروبي برئاسة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب في بيان رسمي أرسله إلى السفير السويدي بالقاهرة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بحرق وتمزيق نسخة من المصحف الشريف، وقال أن مثل هذه الأفعال جريمة وتحريض واضح على العنف والكراهية والعنصرية ضد 2 مليار مسلم، ولا ينبغي التسامح معها بل يجب معاقبة الذي فعل هذا. وأكد أنه بالإشارة إلى سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين الإرهابيين بحرق وتمزيق المصحف الشريف في أول أيام عيد الأضحى المبارك، فإن جميع أعضاء المجلس تدين بأشد العبارات هذه الأعمال البغيضة والمتكررة والتي لا يمكن قبولها تحت أي مبررات. فهذه الأفعال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تندرج في إطار حرية التعبير التي نحترمها جميعاً، بل هي بكل تأكيد جريمة سب وقذف وتحريض واضح على العنف والكراهية والعنصرية ضد 2 مليار مسلم، ولا ينبغي التسامح معها بل يجب معاقبة الذي فعل هذا. وفي النهاية فإن حرق المصحف الشريف جريمة، ويجب على الجميع أن لا يتعدوا على كتب الله جميعها ولا يتخذونها وسيلة للانتقام من أفعال البعض المشينة. نعم ننتفض لكن دون المساس بالمقدسات. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.